بانغكوك دا الاسم المستوحى لجناح جمهورية الفلبين في إكسبو 2020 دبي، ويعني الشعب المرجانية، حيث يأخذ الجناح الزائر في رحلة إلى مساحات مفتوحة تجسد ثقافة الانفتاح والتكاتف الاجتماعي لشعب الفلبين. المزيد في تقرير هاني موعد. هي طريقة تفكير وأسلوب حياة، هذا ما تعبر عنه تماثيل الأساطير الفلبينية الموجودة في كل زاوية بجناح الفلبين في إكسبو 2020 دبي. الأساطير الفلبينية لا ترتبط فقط بالإرث الثقافي والتاريخي لشعب الفلبين، إنما تعمل على شرح طبيعة العالم من خلال حياة الأبطال ومحاربة الشر. إذن هي نهج للمستقبل أيضا. الجناح الواقع في منطقة الاستدامة لا يستوحي تصميمه فقط من الأساطير الفلبينية التي يعود تاريخها لأكثر من 4000 سنة، إنما أيضا من الشعب المرجانية التي تعكس طبيعة الحياة في الفلبين القائمة على ثقافة العمل الجماعي والطبيعة الجغرافية للبلاد المكونة من أرخبيل جزر يصل عددها لأكثر من 7000 جزيرة. هي رحلة في قلب الطبيعة والحياة البحرية تقدم مساحات ملهمة عن التكاتف الاجتماعي في الفلبين الممتد لآلاف السنين. هنا أيضا يتم الدمج بين الطبيعة والتكنولوجيا لتعكس روح الفلبين المعاصرة. يقدم الجناح تعبيرات حديثة في العمارة والفن والتصميم تربط بين الماضي العميق ومستقبل مستدام، وتسعى الفلبين عبر جناحها إلى تعزيز شراكاتها التجارية مع الإمارات ودول الشرق الأوسط من خلال طرح نفسها كشريك تجاري تنافسي ومبتكر.